إذا سألت يعني إذا سألت فاسأل الله، أي إذا طلبت فلا تطلب إلا الله، وإذا طلبت فلا تطلب إلا من الله. وهذا الذي قلته في كنوز الإشارات، أن العبد لا يطلب غيره ولا يطلب من غيره، يعني لا يطلب إلا الله ولا يطلب من غير الله. يعني إذا سأل الله فلا يسأل الله إلا الله، وإذا سأل الأشياء فلا يطلبها إلا من الله. فهمت المعنى؟ إذا سألت فاسأل إيه؟ فاسأل الله. وإذا استعنت على طلبك اللي أنت عايزه اللي هو وجه الله، ها؟ فاستعن بالله. إذا استعنت عايز وسيلة توصلك لوجه الله، الله برضه. يبقى العبد لا يطلب غيره، ويستعين على طلبه بإيه؟ بالله. فلا يطلب غيره ولا يطلب من غيره. لكن هذا الكلام لا يؤخذ للتكفير والتشنيع وإخراج الناس من دين الله بالباطل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا العلم وهذا الدرس المبارك علمه النبي صلى الله عليه وسلم لغلام: يا غلام احفظ الله يحفظك. عايزين نعلم ده لشبابنا: يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني ايه؟ احفظ الكلمة؟ لا، احفظ الحد. شتان يا ولدي بين من يحفظ الحرف وبين من يحفظ الحد. انتم حفظتم الحروف فخفتم من الاسود، ونحن حفظنا الحدود فخافتنا الاسود. عبيد ولكن الملوك عبيدهم، وعبدهم اضحى له الكون خادما. فليست العبرة في كثرة الروايات وحفظ المتون، هذا شيء جميل وحاجة عظيمة وعلى الرأس والعين، إنما إن خلت هذه العلوم من معانيها والخشية من الله، وما لم توصلنا هذه العلوم إلى حفظ الحدود فلا قيمة لها، لأن العبد لا يوزن عند الله بقدر ما علم، إنما يوزن عند الله بقدر ما خاف الله واتقى الله وعمل. العبد عند الله ليس بكثرة الروايات، إنما العلم الخشية، إنما العلم بحفظ الحد.